بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا. الحديث فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح بإذن الله. استحسن العلماء وجازوه لعظم الثواب اللي موجود فيه. وكثير ما يقال، أنا سمعت، أنا شخصيا بسمعه في إذاعة القرآن الكريم. قبل أن أتكلم نبذة بسيطة عن الحديث الضعيف الذي يعني لا يعلم كثير من الناس أهمية الحديث الضعيف. الأحاديث الضعيفة عند جمهور العلماء معمول بها في فضائل الأعمال وفي كثير من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه، فيلتجئ العلماء إلى الأحاديث الضعيفة فيقدمونها على مصادر التشريع كالاجتهاد والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من مصادر التشريع. وده مذهب الأئمة الأربعة. الإمام مالك كثيرا ما احتج بأحاديث مرسلة في كتابه الموطأ، والحديث المرسل حديث ضعيف. الإمام أحمد كذلك كان يقول إذا جاءتنا الأحاديث الضعيفة في فضاء في العقائد والأحكام تشددنا. تشددنا مش معناه نرفضه، لكن نبحث فيه ونشوف إيه شواهد، له شواهد من السنة، مالوش في حديث أصح منه يقول عكسه يبقى نرفضه، مفيش حديث يقول كذا. تشددنا. الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول العمل عندنا بالحديث الضعيف، العمل عندنا الأخذ بالحديث الضعيف العمل به. الإمام أبو حنيفة كان بياخذ الأحاديث الضعيفة. هديكم مثلين لأحاديثين ضعيفين، لا على سبيل المثال ولا الحصر. في حديث ضعيف بيقول اذا جلس المؤمن للتشهد الاخير فاحدث فقد تمت صلاته. الامام ابو حنيفه بنى عليه حكم فقهي لان التشهد الاخير ليس فرضا بل هو سنه، ولكن الجلوس هو الفرض. لان الحديث بيقول ايه؟ من جلس للتشهد الاخير فاحدث فقد تمت صلاته. يعني واحد قاعد صلى مثلا 4 ركعات عصر قبل ما يقول السلام عليكم ورحمه الله، هو بيقرا في مثلا في الجزء الاخير من التشهد، احدث غصب عنه، غصبا صلاته صحيحه. لن نقول له اعد الصلاه. وبنى حكم تاني ان هو التشهد الاخير مش فرض لان الرسول صلى الله عليه وسلم من جلس ما قالش من قرأ. طبعا هذا فيه نظر، والصحيح ان التشهد الاخير فرض. لكن انا برضوكم مثل بحديث، حديث تاني متفق على ضعفه. يقول الماء طاهر في نفسه طاهر في مطهر لغيره اذا لم يخالطه شيء من جنسه فغير من لونه او طعمه او رائحته. هذا الحديث متفق على ضعفه في الامه كلها، ومع ذلك اخذ به العلماء وقالوا لو الماء يختلط بها شيء مش من جنسها فغير لونها او طعمها او ريحتها ما تنفعش للوضوء او للاغتسال من الجنابه. لو مليت بادي وحطيت فيه ميه والميه دي فيها صابونه، مليتها صابونه وقعدت فيه وانت على جنابه، لو قعدت 24 ساعه برضه هتخرج على الجنابه لان الماء تغير، صفات الماء تغيرت. هذا حديث ضعيف. لذلك من ينقضون الحديث الضعيف او يرفضونه يناقضون انفسهم، وهذا امر مشاهد في كتب الفقه المطوله. فطبعا فلذلك في فضائل الاعمال احنا بنناقض الحديث الضعيف، لان خصوصا يكون في يعني ربما يكون فنصيب هذا الاجر. لذلك يجب الاخذ بالاحاديث. طب الحديث بيقول ايه؟ الحديث بيقول من قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم قرأ 3 آيات الاخيره من سوره الحشر وكل الله له 70,000 ملكا يدعون له ويصلون عليه حتى يمسي، انقلاه في المساء، وكل الله له 70,000 ملك يدعون له ويصلون عليه حتى يصبح، وان مات في يومه مات شهيدا. طب ليه؟ لان 3 آيات الاخيره من سوره الحشر فيها اعظم اسماء الله الحسنى وتوقير، ثم نقول في الاخر وله الاسماء الحسنى هو العزيز الحكيم. فكون ربنا سبحانه وتعالى بيمدح ويذكر ويتعبد له بهذه الاسماء الحسنى في هذه الايات الثلاثه، هذا ما جعل لها، على الله اعلم ان جعل لها هذا الثواب العظيم. طب ليه؟ يبقى هنقول ايه؟ هنقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. تاخذ اجر بهذه الايات. ربنا سبحانه وتعالى يوكل لك 70,000 ملك طوال اليوم يدعون لك ويصلون لك. شوف هتحصل كم حسنه، ملايين، عشرات الملايين من الحسنات، 100 ملايين الله اعلم. 70,000 ملك طول اليوم بيدعون لك ويصلون عليك. والافضل من ذلك انك لو مت في يومك تموت شهيدا، ودي منزله طبعا مين من مدمن الشهاده ورفقه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه. طب في حد يقول لك ذكر، ربما بهذا الذكر يوفقك الله سبحانه وتعالى الى اعمال الى الشهاده في سبيل الله. يعني الذكر تواظب عليه ربنا يفتح لك ابواب ده يوفقك للشهاده في سبيل الله. ولما لا؟
بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فيا ريت كلنا نواظب على هذا الذكر ونحافظ عليه صباحا ومساء، لعلنا نصيب هذا الأجر العظيم. أنا شخصيا أقول صباحا ومساء وأواظب عليه، وأعتبره مع أذكار الصباح وأقول صباحا ومساء لنحصل هذا الثواب العظيم، ونشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فإنه أجر من عمل به إلى يوم القيامة. لا ينقذ ذلك بالجريمة شيئا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.